مسلسل الاستيلاء على أراضي المواطنين في ديالى يتكرر بين حين وحين من قبل جهات متنفذة في المحافظة، لتقوم هذه الجهات ببيعها من جديد بصيغة عقود غير رسمية في استمرار لظاهرة الاستيلاء على الأراضي من قبل الأحزاب والميليشيات. هاي ناس كلها كسبة، راتب ما العاطلين ما عنده، ناس يشتغلون عمالة، الله شاهد ورقيب على رجلنا عايشين، لا عدنا أذية على حد، ولا عدنا أي إنسان، يجي الدولة تجينا الدولة احنا على عينه وعلى راسه، تجي تقول هاي القاع ناخذها منكم ننطيها للدولة. لأن احنا مستلميها من الدولة على شكل عقود 117. وعدنا عقد رسمي بها. هاي الأراضي كلها عقود. وزارعينها اللي يزرع أرشاد، واللي يزرع خضروات، واللي يزرع شعير، واللي يزرع خضرة، وما لا رواتب عندنا، لا شيء عندنا، وجو عرفنا هاي الجهات جاوبوا شفرات قاموا يفلشون، حتى بيوتكم ناخذها ونطلعكم منها، اللي بده يشتري بيته نبيع له إياه. ما يشتري يطلع. أهالي ديالى أكدوا أن مافيات الأراضي التي تتبع أغلبها لجهات متنفذة تحاول السيطرة والهيمنة على الأراضي الزراعية وبيعها بعد تقطيعها وسط صمت حكومي تجاه نفوذ هذه الجهات المدعومة من مسؤولين وأحزاب. والله احنا عايشين على خضورات وزارعين زرع على زرعاتنا، ويجون يومية تجينا جهة ما أدري منين ما منين يجون علينا هاي القاع مالتنا، وإحنا معنا أب وجد إحنا بيها ما بيها، أنا بنلعب طب الصبح لسه ما بيها ما بيها ما بيها، إشكال يجون علينا ما أعرف منين ما منين يومية يهددوننا ويقولوا لنا هاي بيو هاي ماخذينها القياعين وقياعيننا، وإحنا أبا عن جد إحنا بيها والله العظيم أبا عن جد، الأبواق قياعيننا ونزرع ونفلع وصار لنا قرن إحنا عايشين هناية وعلى كل الناس فقرة، شوفوهم غيرهم ما مدبر عيشته. ما حدث في ديالى من الاستيلاء على أراضي المواطنين فاقمته أجواء أمنية غير مستقرة بسبب سطوة الأحزاب والميليشيات على المحافظة، ما يمثل انعكاسا لما يحدث في بقية المحافظات من استيلاء على أملاك الدولة منذ عام 2003 وحتى الآن.